النهاردة يوم خاص ويوم عظيم جدا في تاريخ مكتبة الإسكندرية. النهاردة مكتبة الإسكندرية النهاردة الصبح مع أسرة المكتبة، والنهاردة بالليل مع الجمهور هنأدي حاجة بسيطة 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 جدا مما ندين به للفنان محمود رضا وشريكة حياته الفنية فريدة فهمي. محمود رضا بدأ مع فريدة فهمي فرقة رضا في يوم 6 أغسطس 1959، يعني احنا النهارده بنحيي 50 سنة من العطاء. العطاء الحقيقة اللي يمثل مش بس قمة في الفن وقمة في الأداء، إنما أيضا رقي كبير بكيفية تقديم التراث الشعبي، فارتفع بالفولكلور إلى المستوى العالمي، وارتفع بالرأس والأغاني الشعبية إلى مستوى أعلى ما يمكن أن يصل إليه الفن في الرقص والغناء. وبعدين هذا المستوى العالمي تمكن محمود رضا من الاحتفاظ بمستواه عبر كل هذه السنوات. فلما نسمع عن أن تغير الأداء في فرقة رضا، فالمواويل والأغاني وكلها بقت على نفس مستوى الأداء، هذا في وقت أقل ما يمكن أن يقال عنه لاحظنا التدني في الكثير من ميادين الفن والثقافة عبر هذه الفترة، فطغت عليها الحاجات الواحد ما يشوفهاش ما يفتكرهاش من الفيديو كليبس الصغيرة بعد ما كان فيه أداء زي الأداء بتاع أم كلثوم وعبد الوهاب وغيرهم من القامات الضخمة في ميادين مختلفة من الأداء. السينما المصرية اللي كانت نمرة 10 في العالم تراجعت قدام حاجات كتيرة جدا. في هذه الفترة الحقيقة محمود رضا ومعه فريدة فهمي رفعوا راية الفولكلور الرقص الشعبي إلى القمة وحافظوا عليها في القمة. فالنهاردة إحنا سعداء إن أستاذ محمود رضا مع أستاذ فريدة فهمي معايا هنا على المسرح، عايزين نقدم لهم حاجة صغيرة خالص رمز احترام وتقدير مكتبة الإسكندرية، وهو درع من الجرانيت اللي معمولة منه مكتبة الإسكندرية، الجرانيت الأبدي بتاع أسوان استعمل في بناء مكتبة الإسكندرية، فكتبنا عليه تقديرنا لهم، وهطلب من الأستاذ محمود رضا إنه يجي عشان يستلم الدرع. الأستاذ الكريم اتفضل.